خلال لقائه رئيس البرلمان العربي الرئيس السيسي يؤكد أن وحدة المواقف تسهم في وضع خطوط لصون وحماية الأمن القومي العربي. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة اتفاقية دولية ومشروعات قوانين. تظاهرات تجتاح مدنا تونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة. خلال لقائه رئيس البرلمان العربي أكد الرئيس السيسي أن وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا. وفي اجتماع وزاري آخر وجه الرئيس السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء مدينة متكاملة للصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول مناقشة تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية. وقد رحب السيد الرئيس بالسيد العسومي في مصر مؤكدا سيادته دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبرا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربية وشريكا فاعلا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها. من جانبه أعرب السيد العسومي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة بما فيها البرلمان العربي على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيرا كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر. كما أكد السيد العسومي على دور السيد الرئيس في صون الأمن القومي العربي والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل سيادته تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر. وفي هذا السياق أكد السيد الرئيس أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشددا سيادته على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. الاجتماع تناول استعراض مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج والمعارض الراقية وتدريب العمالة لصقل قدراتهم ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بضمان حوكمة آداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.
يستأنف مجلس النواب اليوم عقد جلساته العامة لثلاثة أيام في مستهل دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لبحث وإقرار ستة من القرارات الجمهورية الخاصة بالاتفاقات الدولية ومشروعات القوانين. ويناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي تتناول طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يناقش أيضا طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، إضافة للعديد من القرارات الأخرى. وصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الوقائي لمجمع مواقف السلام النموذجي والذي يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميا، ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحري وضواحي محافظة القاهرة، وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن انتظار للركاب. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسنة. انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري، وصلت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة القيام بأعمال التعقيم والتطهير الوقائي اللازم لمجمع مواقف السلام النموذجي والذي يتردد عليه ما يقرب من 300 ألف مواطن يوميا، ويخدم التحرك بين محافظات شمال الصعيد والوجه البحري وضواحي محافظة القاهرة، وما يتضمنه من سيارات وممرات داخلية وحوائط وأماكن انتظار الركاب. كما تم تطهير وتعقيم محطتي مترو الهايك ستيب وعدلي منصور وما تحويانه من واجهات وأرصفة وشبابيك حجز التذاكر وحوائط وأماكن انتظار، بما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين. كما تم تطهير وتعقيم موقفي عبود والمظلات والمناطق المحيطة بهما. وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام المواد الكيميائية المطهرة والتي روعي فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة وبمعدلات أزمنة قياسية. يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا في كافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، والتي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم. اندلعت مواجهة ليلية عنيفة بين الشرطة ومحتجين في ست مدن تونسية على الأقل، من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية. وقال شهود في سوسة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات. وقالت مصادر أمنية إن شبان اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وشهدت مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين. يأتي ذلك فيما أجرى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي تعديلا واسعا في حكومته، شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة، وسط توتر سياسي وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.
ودعت لجنة الانتخابات الفلسطينية الناخبين إلى بدء تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية والتي حددت في مايو ويوليو القادمين. ارتياح واسع لإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا بالدعوة للانتخابات العامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة لأول مرة منذ عام 2006. قرار سليم 100% بدليل أنه الاستحقاق له ما لا يقل عن 15 سنة إذا مش أكثر، والمفروض أنه إحنا كدولة بداية دولة أنه يكون عندنا ديمقراطية، والديمقراطية هي بالانتخابات. دعوة ينظر إليها بأنها مخرج لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بعد موافقة حركة حماس. بحاجة لتجديد دم جديد من الشباب لبناء وطن حر ديمقراطي مبني على كامل التراب الفلسطيني. ومن المنتظر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر للاتفاق على التفاصيل الإجرائية لعقد الانتخابات العامة. ستلتقي الفصائل في مصر خلال أسبوع، وستحل بعض المشاكل، بديش أسميها المشاكل، بعض الأمور الفنية التي نعتبر أنها ضرورية حتى تكون الانتخابات متكاملة وكاملة وبنزاهة وشفافية. ووفقا للمرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متتابع، حيث ستعقد الانتخابات التشريعية في 22 من مايو والانتخابات الرئاسية في 31 من يوليو من هذا العام. ويريد الفلسطينيون إجراء انتخابات في القدس مثلما هو الحال في الضفة الغربية وغزة. فيش ضمانات لأي شيء بالنسبة للقدس، ولكن في سوابق، يعني في عمل سابق، ونحن نتأمل الآن ستقدم الطلبات. وستكون تلك هي ثالث انتخابات يجريها الفلسطينيون منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاق أسلو للسلام المرحلي مع إسرائيل عام 1994. في القدس المحتلة تظاهر مئات المحتجين من الإسرائيليين للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتنحيته عن السلطة لاتهامات بالفساد ضده. في القدس المحتلة نزل مئات المحتجين من الإسرائيليين إلى شوارع المدينة لمواصلة دعواتهم برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتهامات بالفساد ضده. يحتشد المتظاهرون خارج مقر نتنياهو منذ أشهر مواجهين سهام انتقاداتهم لحكومته لسوء تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، وشددوا على تنحيه من السلطة في ظل اتهامات له بالاحتيال وانتهاك الأمانة وقبول رشا في ثلاث قضايا فساد منفصلة، وهي اتهامات ينفيها نتنياهو. وبعد فرض إغلاق عام بالبلاد ثلاث مرات يئن الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة جائحة كورونا، بينما ظل مئات الألاف من الإسرائيليين بدون عمل. وفي غضون 24 ساعة الماضية سجلت إسرائيل أكثر من 8000 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 82,000. وتجري إسرائيل انتخابات رابعة خلال عامين في مارس المقبل، حيث ستكون بمثابة استفتاء آخر على نتنياهو الذي يواجه تحديا من جانب منشقين من داخل حزبه الليكود. ويحكم نتنياهو إسرائيل بشكل متصل منذ مارس عام 2009، كما سبق وأن تولى رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 1996 و 1999. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ باليستية بعيدة المدى يبلغ مداها 1800 كيلومتر. وأشرت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المرامرات شملت أهدافا في خليج عمان وشمال المحيط الهندي. مشاهد لا تعد أن تكون رسالة للإدارة الأمريكية الجديدة. إيران تجري مناورة على مدار يومين وتختتمها باختبار صواريخ باليستية لإصابة أهداف بحرية في المحيط الهندي. الاختبارات الصاروخية، وبحسب بيان للحرس الثوري الإيراني،
شملت صواريخ من فئات مختلفة استهدفت نماذج من السفن على مسافة 1800 كيلومتر. أقيمت المناورات في منطقة بوسط البلاد وأصيبت الأهداف في شمال المحيط الهندي، وأظهرت لقطات مصورة إطلاق صاروخين على الأقل من منطقة صحراوية وإصابة هدف في عرض البحر. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري شدد على أن الجيش الإيراني لا ينوي شن أي هجوم، لكنه سيرد بقوة وفي أقصر وقت ممكن على أي خصم يفكر بالاعتداء. الصواريخ وبحسب الحرس الثوري مزودة برؤوس حربية منفصلة وبالإمكان توجيهها من الجو. وتعد المناورات الصاروخية هي ثالث تدريب عسكري تجريه إيران خلال أقل من أسبوعين، وتأتي في ظل توتر متزايد مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب. أغلقت العاصمة الأمريكية واشنطن عبر إقامة الحواجز ونشر الألاف من قوات الحرس الوطنية استعدادا لمواجهة تجمعات محتملة مؤيدة للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. تستمر الإجراءات حتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري. مشهد غير مسبوق لم يألفه الأمريكيون من قبل. أغلقت العاصمة الأمريكية واشنطن مع استعداد مسؤول إنفاذ القانون لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات 50 عبر إقامة الحواجز ونشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في محاولة لتجنب تكرار واقعة الهجوم على الكونغرس التي هزت البلاد في 6 يناير الجاري. مكتب التحقيقات الاتحادي FBI حذر وكالات الشرطة من احتجاجات مسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات من الآن وحتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير. وحذرت نشرة المعلومات المخابراتية المشتركة الصادرة عن FBI ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب من أن الروايات الكاذبة حول تزوير انتخابات الرئاسة ستكون محفزا دائما للجماعات المتطرفة. وتتراوح التهديدات من أعمال تمرد مسلحة إلى محاولات محتملة لزرع مواد ناسفة عندما يطلق عليها بأهداف سهلة. وينتشر آلاف من أفراد الحرس الوطني المسلحين في شوارع واشنطن في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل بعد الهجوم على مبنى الكونغرس. ومن المقرر إغلاق عدد من الجسور المؤدية لمدينة واشنطن فضلا عن عشرات الطرق، كما تقرر منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة لتتحول العاصمة الأمريكية إلى ثكنة عسكرية. أعلنت وزارة الصحة خروج 499 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، يرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122,291 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابيتها للفيروس ووفاة 54 حالة. وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 155,507 حالة إصابة و8527 حالة وفاة. تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم 2,000,000 حالة وفاة وإصابة نحو 95 مليون. وتعد الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من الوباء، إذ سجلت أكثر من 405,000 حالة وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 209 حالة وفاة، والهند بأكثر من 152,000 حالة وفاة.
أكدت مجموعة فايزر الأمريكية أن التباطؤ في تسليم لقاحاتها إلى أوروبا ليس إلا أمرا مؤقتا، فيما تواصل دول عدة تجديد القيود من أجل احتواء وباء كورونا الذي يواصل انتشاره بقوة. وفي الوقت ذاته سجلت بريطانيا ثالث أعلى عدد وفيات يومية بكورونا على مستوى العالم بحصيلة بلغت نحو 1300 وفاة. بعد أن أصبحت واحدة من أسوأ بؤر تفشي فيروس كورونا بالعالم، تسابق أوروبا الزمن في تطعيم أكبر عدد ممكن من السكان منذ انطلاق حملات التطعيم العامة في دول القارة العجوز. في بريطانيا سجل مؤشر الإصابات اليومية والوفيات بفيروس كورونا رقمين قياسيين، فبينما تراجع معدل الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد إلى أدنى مستوى منذ 27 من ديسمبر بحصيلة قدرها 41 ألف إصابة تقريبا، سجلت البلاد ثالث أعلى عدد وفيات يومية بكورونا على مستوى العالم بحصيلة بلغت نحو 1300 وفاة. وفي فرنسا سجل مؤشر الضحايا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط 196 حالة وفاة، بينما رصدت البلاد زيادة طفيفة في مؤشر الإصابة اليومية بالفيروس الذي سجل نحو 21400 إصابة. كما قررت السلطات الفرنسية تقديم موعد بدء ساعات حظر التجوال ليبدأ من 6 مساء للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا. وفي إيطاليا حقق مؤشر الإصابة اليومي بفيروس كورونا ارتفاعا بأكثر من 150 حالة خلال 24 ساعة، مسجلا نحو 16300 إصابة، بينما تراجع مؤشر الضحايا اليومي تراجعا طفيفا مسجلا 475 وفاة. وقررت السلطات الإيطالية تعليق الرحلات الجوية الوافدة من البرازيل خوفا من انتقال سلالة جديدة للفيروس إليها، كما قررت منع أي شخص مر بالبرازيل في آخر 14 يوما من دخول إيطاليا، ومطالبة الوافدين إلى إيطاليا من البرازيل بإجراء فحص للكشف عن الفيروس. في النمسا فرضت السلطات إجراءات عزل جديدة للمرة الثالثة، ما دفع آلاف المحتجين إلى الخروج للشوارع تعبيرا عن معاناتهم من القيود المفروضة من أجل احتواء جائحة كورونا. للمرة الثالثة فرضت في النمسا إجراءات عزل جديدة، ما دفع بآلاف المحتجين للخروج للشوارع تعبيرا عن معاناتهم من القيود المفروضة على الحياة العامة لاحتواء جائحة كورونا. ولم يرع المحتجون الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، حيث لم يرتدي الكثيرون منهم الكمامات. أعتقد أن تشديد الإجراءات الاحترازية عمل مزعج. إني أرفع شعارا يلفت النظر إلى الإنفلونزا التي أخرجناها من حساباتنا. كل ما نتعرض له يعتبر تلقائيا فيروس كورونا ولا نعتبره إنفلونزا، لذا نواجه الآن فوبيا الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وبمقتضى الإجراءات الاحترازية المطبقة في النمسا، لا يسمح سوى للمتاجر الأساسية بفتح أبوابها مع تسجيل البلاد أكثر من 390 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 7000 وفاة منذ بدء تفشي الوباء العام الماضي. أنا سعيد بالمشاركين في هذا التجمع للتعبير عن آرائهم. إننا نشعر بالخوف على أحوالنا ومستقبل أبنائنا ونبحث عن الحل. نحن مسالمون، لذا لا يجب أن تعتبرنا أجهزة الشرطة من المخالفين. خبراء الصحة العامة في النمسا أكدوا في ختام مشاورتهم مع المسؤولين في الحكومة أن معدلات العدوى أصبحت عالية جداً، ولا يمكن في مثل هذا الوضع النظر في تخفيف القيود الاحترازية لمواجهة الفيروس. وختاما لهذه النشرة نذكر بأهم الأنباء. خلال لقائه رئيس البرلمان العربي، الرئيس السيسي يؤكد أن وحدة المواقف تسهم في وضع خطوط للصمود وحماية الأمن القومي العربي. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم لمناقشة اتفاقيات دولية ومشروعات قوانين. تظاهرات تجتاح مدن تونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية. إلى اللقاء.